أنا حليم الكعكور عم أقدم على وظيفة نائبة. رسالتي إلكن: صوتوا لأشخاص ما بتساوم، ما بتفوت بمحاصصات، لأشخاص ما بتشد عصب طائفة ولا مناطقة. كل ناخب وناخبة ببيوتهم هلأ، حلوا صوتك وصوتك يخرق، يخرق جدار الصمت ليوصل الصوت، يخرق سياسات التفقير لنأمن شبكة أمان اجتماعي للكل، يخرق التجهيل لنوصل لتعليم نوعي ومجاني، يخرق الهجرة والتهجير لنوصل للاستقرار ونبني بلدنا هون، يخرق العتمة لنكر هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء تقدر تحط حل للكهرباء. ايه حلو صوتك وصوتك يخرق، وقادر هلأ يخرق صوته كتار.